أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو السبب في أن البعض يتعوذ من الشيطان عند القراءة ومع هذا يشعر بتشويش الشيطان له ووسواسه عليه؟ لأنه تعوذ بلسانه فقط ولم يستحضر معنى الاستعاذة بقلبه، وله بالمقصود الألفاظ فقط، مقصود حضور القلب عند الاستعاذة وأن يعرف معنى الاستعاذة ويعتقده حتى يستفيد من الاستعاذة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.